السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. زي ما انتم شايفين اليوم وصفتنا من فلسطين، وصفة الزعتر أو الذهب الأخضر الفلسطيني. عنا الزعتر الأخضر وصفة تقليدية تراثية بلدية من سهول فلسطين، مرج ابن عامر، منطقتي، منطقة الشمال، مدينة جنين. إن شاء الله تعجبكم. طبعا عنا الزعتر كتير مميز في المنطقة، خصوصا الجو والسهول الموجودة عنا. في سابقا في قناتي عملت إقراص الزعتر، اليوم رح نعملها الدكة الفلسطينية في سندويشاتنا وكل أطباقنا وفطورنا في الفلسطيني. تابعوني إن شاء الله تعجبكم. بالنسبة للمقادير، أنا كان عندي متوفر زعتر فلسطيني ناشف، لهيك الكمية كانت موجودة عندي، فعملت الكمية حسب المتوفر. المقادير موجودة زي ما تشفتوها، وكمان رح تكون في آخر الفيديو كذلك. هاي الكمية زي ما انتو شايفين أنا جبتها معاي من فلسطين، فاحتفظت فيها في وعاء زجاجي حتى محكم الإغلاق، حتى النكهة نحافظ عليها طبعا. بإمكانكم كذلك تضعوها في الفريزر، كمان بتحافظ على جودتها، ولكن لما بتكون تستخدموها لازم تكون ناشفة زي ما انتو شايفين. طبعا نوعية الزعتر بتختلف من مكان لمكان، إذا كانت فقط مياه الأمطار أم تكون مزروعة، وكمان اللون بيختلف حسب الفترة اللي تحصدوا فيها الزعتر. أحيانا بيكون القطف الأولى مختلف لونها عن القطف الأخيرة، فكله طيب ولكن نكهة جدا رائعة حتى لو أنها كانت ناشفة، وإذا كانت طبعا عضوية أورجانيك بيكون نكهتها أحسن وأحسن. كمان عندي هون السمسم البلدي، كمان جبته من فلسطين من عند أهلي فكان كتير طيب. أما السماق كمان بلدي ولكن كنت جايبته من اسطنبول كتير طيب. فحاولوا أن تكون المكونات عندكم جدا كويسة في البداية، لأنه مكونات الزعتر في منطقتي قليلة جدا، أهم شي تكون جودة المكونات عندي. رح أذكر بسرعة كيفية تنشيف الزعتر بطريقة جيدة. أولا يعني بعد ما نشيل كل العيدان الطويلة من الزعتر زي ما عملت في وصفتي كراس الزعتر، بننشف الزعتر بعيد عن أشعة الشمس حتى ينشف تماما ويحافظ على لونه الأخضر. طبعا كل ما كان بعيد عن الشمس بحافظ على لونه، وبعدين يعرض للشمس في فقط ساعة ساعتين حتى نضمن أي رطوبة خرجت. زي ما انتم شايفين من المهم جدا تشيلوا اي عيدان كبيرة، حاولوا انكم تشيلوها لانها بتأثر على الطعم، وكذلك لا سمح الله ممكن انها تدخل في الحلق لما يكون الزعتر جاهز، فانتبهوا لهي النقطة مهمة جدا. ننتقل للمرحلة الثانية هي تحميص السمسم. طبعا القدر ممكن تعملوا اقل من هيك، ولكن احنا بنحب كمية السمسم تكون منيحة. عندي 150 جرام تقريبا من الزعتر الناشف، اضفت لها كوبين من السمسم البلدي. طبعا ممكن تستخدموا غير البلدي ولكن البلدي اطيب. راح احمصها وبعدين راح نكمل الوصفة. من الضروري جدا انكم تحمصوا السمسم بطريقة صح، لا يكون لا يكون ني ولا يكون كمان محروق حتى ما يأثر على الطعم طبعا، وكمان ما يعمل يسبب خراب للزعتر، ان يكون السمسم لا سمح الله يكون فيه خراب. طبعا تحركوا بطريقة زي ما انتم بتحبوا، ولكن حاولوا انكم تجيبوا مقلاة او طنجرة تكون شوي عالية الاطراف حتى ما يتوسخ كثير في حواليكم. طبعا هاي الدرجة من التحميص زي ما انتم شايفين راح تصلوا لها، ممكن تقارنوا بين السمسم المحمص وغير المحمص بهي الطريقة، وانتم اكيد راح تعرفوا كيف تحمص السمسم يكون طيب وتعرفوا تجربوا نكهته. للمرحلة الثانية، طبعا عادة احنا بنفرم الزعتر يكون ناعم، في بعض المناطق ما سمعت ما بيفرموه، ولكن احنا طريقتنا بنفرم الزعتر. انا عندي سماق بلدي والزعتر كتير كمان بلدي، فما احتجت اضيف كمان ملح ليمون، احيانا يضاف له ملح ليمون، اضفت الملح والقليل من السماق، راح اضيف كمان بعدين في المقعد. راح اصل لهالمرحله من النعومه، ممكن تنعموا اكثر من هيك. طبعا ممكن اضيف الزيت الزيتون في الخلاط، ولكن حبيت افرجيكم كم بالضبط اخذ معاي ال 150 حسب نكهه الزعتر عندكم.
حسب لونه، حسب ما انتو بتحبوا، حسب القطفة ممكن يكون نسبة الزيت الزيتون أقل ممكن أكثر، فهاي بيعود لكم. ولكن بشكل عام زي ما انتو شايفين أنا عندي هون الزعتر عمره سنتين تقريبا، يعني ناشف ولكن جدا وضعه ممتاز، فحبيت أضيف الزيت بالتدريج حتى أشوف كم رح يأخذ معي. أخذ معي نصف كوب زيت زيتون، فهذا الدرجة كانت كافية بالنسبة لي. في ناس بحبوا يضيفوا أقل، في ناس أكثر. طبعا إذا كان في أي عيدان كبيرة رح أشيلها كمان في هيك مرحلة. السمسم لساته عندي دافي ولكن غير سخن، أهم شيء يكون دافي، يعني من الجيد إضافة السمسم للزعتر وهو دافي. بعدين رح أضيف كمان السماق، طبعا بإمكانكم تقللوا كمية السمسم براحتكم. في البداية أضفت نصف كوب من السماق ولكن حسيت إنه كمان بده بحاجة، فأضفت كوب كامل من السماق البلدي. في حال إذا كان السماق نوعيته مش جيد كتير، مش حامض كفاية، ممكن كمان تضيفوا ملح الليمون، ولكن يفضل إضافته مع فرمة الزعتر حتى يتوزع بشكل أفضل على الزعتر. وبهيك بتكون وصفتنا جهزت، وصفة بسيطة ولكن لازم تكون المكونات كلها جاهزة عندكم ونوعيتها كويسة. طبعا بالنسبة لنا في فلسطين هو ذهب أخضر، فيعني ما بنستغني عنه في يعني في فطورنا الفلسطيني، وأعتقد أنه مشهور في البلاد العربية كلها ونكهته كويسة. كل بيت بيعمل الموني الخاصة فيه، عادة المحلات بتكون جودتها أقل ولكن كل ربة بيت ست بيت بتعمل الموني الخاصة فيها. طبعا بتنشف الزعتر هي وكمان بتكمل كل خطوات الزعتر، فإن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم واخدتوا فكرة عن البيوت الفلسطينية كيف بتعمل مونتها. طبعا أسقي إشي مع كاس شاي بالمرمية وكاس سندويشة الزعتر أو زيت الزيتون لما يكون أصلي كذلك، وصحة ومليون عافية. هيك بكون معانا وصفتنا جهزت من قلب لندن، حضرنا الزعتر الفلسطيني. وبالنسبة للخبز اللي كان موجود على الفطور وزيت الزيتون، راح أضع رابط الزيتون الأسود والخبز كذلك في صندوق الوصف. إن شاء الله عجبتكم، نراكم إن شاء الله في وصفات قادمة. ما تنسونا من الدعم والإعجاب وتعملوا شير وأكيد تشتركوا في القناة، ونراكم قريبا إن شاء الله.